مرحبا يا أطفال، اليوم سأروي لكم قصة من الكتاب المقدس. إذن قصة حقيقية بما أن الكتاب المقدس هو كلام الله. عيسى يتحدث دائما عن ملكوته وذلك بالأمثال كي يفهم أتباعه الاثني عشر. المثل هو كلام متعلق بحياة كل يوم والذي يساعدنا على فهم الأمور المعقدة. وأنا أذكرك أن عيسى هو الله الذي أتى على سطح الأرض في جسد إنسان كي يلقي علينا كلامه ويعلمنا وصاياه ويخبرنا عن ملكوته السماوي، المكان الذي يعيش فيه الله. عالم الله مخفي ولكنه حقا موجود. لنأخذ الرياح مثلا، فنحن لا نراها لكن نعلم جيدا أنها موجودة، لأنها لما تهب تحرك أوراق الأشجار. اليوم سأروي لك قصة عن ملكوت الله، وعيسى نفسه هو الذي سيرويها لنا مستعملا المثل. ذات يوم قصد رجل حقله ليزرع البذور، بالطبع فهو يرجو أن تصبح بذوره نباتات جميلة، وذلك يأتي مع الوقت بتغير الفصول. وبما أن البذور صغيرة والحقل واسع، فهذا الرجل رماها كي تسقط في كل مكان، ومع الأمطار فإنها تدخل في التربة كي تنبت وتنمو. لكن للأسف ليس هذا ما يحدث لكل البذور، فهناك منها من سقطت على الطريق عوضا من الحقل. هنا الطيور تستمتع. ومنها من سقطت في وسط الحجارة، هنا نبتت لأن هناك قليلا من التربة لكن ليست كافية كي تكبر، الشمس أحرقتها. ومنها أيضا من سقطت في وسط الأشواك فنمت، ولكن الأشواك كانت أقوى منها فهي أعشاب ذرة فقد خنقتها ثم قتلتها. أخيرا هناك منها من سقطت في الأرض الرطبة من الحقل فأصبحت نباتات جميلة للزارع. إنك فهمت جيدا أن الزارع لم يريد تبذير بذوره بل رمى كثيرا منها في الأرض الخصبة. وما ترويه هذه القصة شيء يحدث دائما، وإذا كنت تعيش في الريف فلا بد أنك تعرف ذلك. عيسى انهى قصته، لكن أتباعه الاثني عشر فهموا جيدا أنه يريد أن يوضح لهم شيء عن الله وملكوته، لكن لا يعرفون ماذا. إذن طلبوا منه توضيح هذا المثل. بالفعل فهم على صواب، ونحن أيضا يجب أن نكون منتبهين جدا لما يقصده عيسى من كلامه. عيسى سيوضح لهم ما يمثله كل مكان سقطت فيه البذور، لكن وضح لهم أولا ما تمثله البذور في ملكوت الله. إذن عيسى قال أنها كلام الله، يعني الكتاب المقدس. إذن الزارع يمثل الشخص الذي يحدث الناس عن كلام الله ويروي لهم الحكايات الموجودة في الكتاب المقدس. عيسى قال بأن الأماكن المختلفة تمثل الناس الذين يسمعون لهذه الحكايات. إذن نعم، ليس كل الناس يسمعون بنفس الطريقة. الذين هم على الطريق يتمثلون في الذين يسمعون كلام الله لكن غير مبالين به، لا يعطوا له الأهمية. إذن الشيطان عدو الله الذي هو أيضا مخفي يأتي وينزع هذه الكلمة من قلب هؤلاء الناس لكي لا يؤمنوا بالله، وبالتالي لا يدخلوا ملكوته. الأمر محزن أليس كذلك؟ للأسف هناك أناس لا يؤمنوا بالكتاب المقدس ولا يعطوا له الأهمية، ففي نظرهم فهو كتاب مثل كل الكتب. يفكرون أيضا أنه مجرد حكايات جميلة خرافية وليست واقعية، مثل الذين يقولون أن الرياح ليست موجودة، وهذا لا يغير أي شيء لأن الرياح فعلا موجودة. الله موجود وملكوته أيضا، إنه لا شيء مؤسف للذي لا يؤمن بهذه الحقيقة. وأنت هل تفكر مثل هؤلاء الناس حين تسمع لقصص الكتاب المقدس؟ أما الذين هم في وسط الحجارة فهم الذين يسمعون للكتاب المقدس فيفرحون كثيرا. نعم فرحهم كبير حين سمع حكاية الكتاب المقدس ويؤمنون،
لكن للأسف فإنهم لا يؤمنون بها بقوة، إذ ينسوها بسرعة حين تحل المشاكل عليهم. هؤلاء الناس يؤمنون دون شك أن الكتاب المقدس هو فعلا كلام الله وما فيه حقيقي، ولكن لا يضعون فيه الثقة لحياتهم لكي يجدوا حلولا لمشاكلهم. إذن ترى ليس عندهم الإيمان الذي ينقذهم من العقاب. وأنت هل تفكر مثل هؤلاء الناس حين تسمع لقصص الكتاب المقدس؟ وأما البذور التي سقطت في وسط الأشواك فهي تمثل الذين يسمعون للكتاب المقدس ولكنهم منشغلين كثيرا بعدة أشياء في نظرهم تعتبر أكثر أهمية من كلام الله. إنهم يفكرون في مشاكلهم أو في كسب المزيد من الأشياء، المزيد من النقود، أو يستمتعون في اللهو. كأنك مثلا بعد سماعك لهذه القصة تذهب لتلعب مع أصدقائك، تتمتع باللعب لدرجة نسيان مضمون هذه القصة وما يطلبه الله منك أن تغيره في حياتك، قائلا في نفسك سأفكر في الأمر فيما بعد. لكن تعلم يمكن أن نكون دائما منشغلين. الله يطلب منا أخذ الوقت لسماعه. أنت هل تفكر مثل هؤلاء الناس حين تسمع قصص الكتاب المقدس؟ وأخيرا، ما سقط في الأرض الخصبة يتمثل في الذين يسمعون بانتباه لحكايات الكتاب المقدس، يتمعنون بالتفكير فيها ثم يؤمنون، فالله يعطي لهم الإيمان الذي ينقذهم. هل تعلم كيف نتعرف على هؤلاء؟ ما يحدث هو أن حياتهم تتغير، فيطيعون الله، يضعون فيه الثقة في جميع أمور حياتهم، في أوقات الفرح حين يستمتعون بالحياة، وفي أوقات الشدة والضيق أيضا. عيسى يقول لنا أنهم يأتون بالثمار. بالطبع كل شخص يأتي بقدر مختلف من الثمار عن الآخر. كلما اتكلنا على الله أكثر حيث نضع فيه ثقتنا طالبين منه أن يعتني بنا، إذا نعطي مقدارا كبيرا من الثمار ونصبح أحسن مما كنا عليه. هل تفهم؟ إيمان هؤلاء الناس يدوم طيلة حياتهم، وليس فقط حين يسمعون الكتاب المقدس، حيث يرغبون دائما في معرفة مضمونه أكثر. وأنت هل تفكر مثل هؤلاء الناس حين تسمع لقصص الكتاب المقدس؟ إذا رغبت أن تكون من الأرض الرطبة والخصبة، إذا نطلب ذلك من الله من كل قلبك، وأنا أؤكد لك أنه سيستجيب لك. لا تنسى عيسى أنهى قصته قائلا: احذر من الطريقة التي تسمع بها كلام الله. الآن سنصلي. سيدي عيسى، شكرا لك لهذه القصة التي رويتها لأتباعك والتي تحكيها الآن لنا. سيدي شكرا لكل طفل يسمع كلامك اليوم الذي يسمع هذه القصة. أرجوك ساعده كي يسمع بطريقة جيدة كي يؤمن بك. أرجوك تحدث إلى قلبه، غيره وأنقذه من العذاب. شكرا لك لأن كلامك حقيقي وهو فعلا الحقيقة. آمين. الآن سنقرأ النص. يمكنك أن تتبع معي على الشاشة، إنه في إنجيل لوقا الشطر الثامن من الآية 5 إلى 15، ثم من الآية 18 إلى الآية 21. خرج الزارع ليزرع زرعه، وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فانداس وأكلته طيور السماء، وسقط آخر على الصخر فلما نبت جف لأنه لم تكن له رطوبة، وسقط آخر في وسط الشوك فنبت معه الشوك وخنقه، وسقط آخر في الأرض الصالحة فلما نبت صنع ثمرا 100 ضعف. قال هذا، ونادى من له أذنان للسمع فليسمع. سأله تلاميذه قائلين: ما عسى أن يكون هذا المثل؟ فقال لكم قد رقي أن تعرفوا أسرار ملكوت الله، وأما للباقين فبأمثال، حتى أنهم مبصرين لا يبصرون وسامعين لا يفهمون. وهذا هو المثل، الزرع هو كلام الله.
والذين على الطريق هم الذين يسمعون، ثم يأتي إبليس وينزع الكلمة من قلوبهم لئلا يؤمنوا فيخلصوا. والذين على الصخر هم الذين متى سمعوا يقبلون الكلمة بفرح، وهؤلاء ليس لهم أصل فيؤمنون إلى حين وفي وقت التجربة يرتدون. والذي سقط بين الشوك هم الذين يسمعون ثم يذهبون فيختنقون من هموم الحياة وغناها ولذاتها ولا ينضجون ثمرا. والذي في الأرض الجيدة هم الذين يسمعون الكلمة فيحفظونها في قلب جيد صالح ويثمرون بالصبر. فانظروا كيف تسمعون، لأن من له سيعطى ومن ليس له فالذي يظنه له يؤخذ منه. وجاء إليه أمه وإخوته ولم يقدروا أن يصلوا إليه لسبب الجمع، فأخبروه قائلين: أمك وإخوتك واقفون خارجا يريدون أن يروك. فأجاب وقال لهم: أمي وإخوتي هم الذين يسمعون كلمة الله ويعملون بها. ها هي قصتنا قد انتهت اليوم، أقول لكم إلى اللقاء إلى قصة أخرى.